يعني مأساة الشمال السوري في كل شتاء مشاهدينا الكرام نتحدث حول النازحين في الشمال السوري الكلمات تعجز عن وصف ما يجري اليوم في الشمال السوري المنظمات الإنسانية المعارضة السورية السياسية أينها ما يجري المنظمات الإنسانية حقوق الإنسان غريب هو وضع في, كل عام في سوريا في كل شتاء هذه المأساة في الشمال السوري أستاذ ياسر هل هناك كلمات يعني توفي ما يجري اليوم في الشمال؟ يعني بتصوري الصورة أبلغ بكثير مما أي شيء يمكن أن يقال. الواقع هو كما ذكرتم يتكرر كل سنة بعد سنة. المعاناة لا تنتهي لا في الصيف ولا في الشتاء يعني تسلط الأضواء في الشتاء أكثر كون أن عوامل ظروف الطقس في هذه المناطق سيئة جدا وصعبة جدا نحن نتكلم عن يعني أمطار غزيرة نتكلم عن درجات حرارة منخفضة نتكلم عن حالة غرق بالمجمل لمخيمات بالكامل كل مخيمات هذه المعاناة غرقت يعني أغرقها المطر في الموسم الشتاء الحالي في الشمال السوري صحيح كل هذه المعاناة مسؤوليتها مسؤولية مباشرة للمنظمات مسؤولية مباشرة لمن يتسلمون يعني واجهات سياسية ومسؤولية مباشرة للمجتمع الدولي، أنا بتصوري وكأنه يراد أن يتاجر أو يتجسد هذه الصورة الصعبة والمعاناة الصعبة للاجئ السوري والنازح السوري تستثمر في فترة ما من قبل السياسيين على أنها يعني محاصرة النظام ولكن لا يجب أن يتاجر بهؤلاء البشر أيضا تستثمر من قبل المنظمات من أجل أن يكون هناك إمداد وأمداد واستنزاف للمال نتعاطف سيد في... ب... يعني سمحتي سيد ياسر نحن نتعاطف مع الصور التي نشاهدها لكن لا نعلم ما الخفايا وراء تلك الصور من يتاجر بهؤلاء النازحين ما هل هناك بالفعل منظمات تتاجر بالنازحين وهذه الصور اليوم على كافه مواقع التواصل الاجتماعي، هل بالفعل يتاجر بها؟ يعني انا اكفي يعني استطيع ان اقول بشكل واضح ان 50 او 60% من الاموال التي تقدم سنويا تستنزف في هذا الوضع الصعب اذا لو كانت هذه الاموال تسمى بشكل استراتيجي لما وجدنا ان هناك هذا الحجم من الاموال التي تستهلك، الخيمه لها عمر زمني، عملية غرق اللاجئين، موادهم، البطانيات، المواد، كل هذه الأمور عندما تغرق يجب أن تمد من جديد، وبالتالي هناك أموال أخرى تستنزف، وهناك نسبة لبعض المنظمات وهناك وهناك وهناك، أنا بتصوري لو كان هناك إرادة حقيقية لإيجاد حالة مقبولة، أنا لا أتكلم عن حالة يعني مقبولة جدا، أتكلم عن حالة مقبولة عندما يكون هناك تنسيق لي يعني هل من المعقول العقول الهندسية والعقول الإدارية أن تقبل بأن تتواجد هذه المخيمات على مسيرة هذا غريب يعني عشر سنوات يعني هل يعقل يعني تتكرر هذه هذه الأزمة لعشر سنوات أستاذ ياسر ويقولون أين لنا أين المسا... يعني الحلول يقولون يجب أن نقوم بعملية فرش من جديد للبحث والمخلفات يعني مخلفات المقالع الحجر أنا أقول لهم هذه المخلفات ستسحب ستسحبها المياه الجارفة يعني المنطق يقول أن نصعد بهم إلى مناطق مرتفعة وليس أن نبقيهم بهذه هذه المناطق لا يا أخي المشهد يتكرر المعاناة يدفع ثمنها هؤلاء اللاجئين والمعارضة السياسية تفترض بنفسها أنها ليس لديها مسؤولية مباشرة والنظام سعيد جدا في عملية إذلال الشعب السوري وفي نهاية الأمر منظمات الأمم المتحدة التي ترعى الشؤون الإنسانية أنا بتصوري لديها مسؤولية أيضا كونها حتى هذه اللحظة تحاول أن تتناغم مع بشار الأسد وتقول أن بشار الأسد يمكن أن يقدم المساعدات لهم. لكن اليوم هذه المناطق تحت سيطرة المعارضة السورية أين الحكومة المؤقتة؟ أين الائتلاف السوري من ما يجري اليوم؟ أعضاء الائتلاف ورؤساء الائتلاف والحكومة المؤقتة أين هم؟ الحكومات الأمر الواقع أنا أتصور يعني قدمت نموذج مخزي جداً عن الش... يعني عن اداره لملف الثوره بتصوري يعني من باب اولى لو كان هناك فعلا من يعني يستحي لقال لك ان هناك من يستقيل في حال انقطاع كهرباء لمده ساعه في بعض البلدان سمعنا انا لا اطالب بهذا ان اتكلم عن مج... يعني ماساه تتكرر كل سنة, كل سنه هنا الموضوع الغريب يعني هناك ميزانيه تاتي الى الائتلاف والحكومه المؤقته سنويا يعني يعني انا راقبت على مواقع التواصل الاجتماعي سيد ياسر هناك يعني اشخاص سوريين عاديين يعني عملوا حملات لمساعده النازحين في الشمال السوري، حملات ماديه، حملات يعني يعني البسه يعني حملات بسيطه، الا يعقل لهذه الحكومه المؤقته والائتلاف ان يعمل بشيء بسيط؟ يعني في نهايه الامر مسؤوليتهم مسؤوليه كامله كل حكومات الامر الواقع كل المسؤولين هم من باب اولى يكون لديهم مخططات يكون لديهم فريق عمل مهندس هندسي يتم يتم الامداد بشكل استراتيجي ولكن كما ذكرت اخر همهم ان يتفاعلوا مع كل هذه القضايا ولماذا اتصور كانهم لا يعنيهم ان يظهروا بهذا المنظر الفاشل امام الراي العام لا هناك من يتحدث يا سيد ياسر بروايه اخرى انهم غير قادرين على يعني مراعاه او يعني حمل هذه المسؤوليه يعني مخيمات كثيره في الشمال والحكومه او الائتلاف غير قادر وهو عاجز عن تنفيذ شيء لتلك المخيمات من يقول انه غير قادر او لا يستطيع من يبرر له. يعني انا بتصوري ليستقيل يقول انا قدمت كل ما استطيع ان اقدم به ولياتي من هو خير مني يعني لا يمكن ان يقول ان هذا هو الواقع وسابقى انا مسؤول عنه ولا اتحمل مسؤوليه هذا الفشل انا بتصوري من يحترم نفسه يستقيل ويقول بكل صراحه انني قدمت ما استطيع ان اقدم ولكن يعني نظريه المحسوبات المحسوبيه والفساد كل هذه يعني توصلنا الى نتيجة مفادها أن آخر هم هؤلاء أن يكون هناك وضع آمن للشعب السوري الذي هو الحاضنة السورية والذي هو السبب لوجودهم في الواجهات هذه لولا الثورة ولولا هؤلاء لو لها لها لما كان هناك تمثيل ولما كان هناك ما يسمى بواجهات سياسية يتبرز الآخرون عليها ويجلسون في مناصب وهي يعني البرع. التكلفه الوحيده لهؤلاء النازحين سيد ياسر التكلفه التي هي مدفوعه من قبل النازحين السوريين انهم معارضين للنظام السوري وهم الان في مناطق تخضع لمعارضه سيطرة المعارضه السوريه يعني هذه التكلفه الا يعقل ان يعني بكلام أطلع يعني رئيس الائتلاف او الحكومه مؤقتة بكلام واسي يعني المأساه كبيره اليوم صباح. يعني كما تشاهد اليوم السيول جرفت المخيمات بالكامل صحيح وما يعرف بإداره المنظمات يعني هي يعني تعلم كيف تحصل حصصها من السلات الغذائيه أو أما من حيث الواجبات فهي اخر همها ان يكون لديها تصرف مباشر، انا بتصوري مسؤوليتنا امام الله، مسؤوليه هؤلاء الذين يتصدرون المشهد، لن يرحمهم التاريخ ولن يرحمهم ابناء هؤلاء الذين يعانون اشد المعاناه، انا بتصوري اللسان كان واضح، العبارات كانت واضحه بالنسبه للمشردين، وايضا التقرير والصوره ابلغ من ان توصف بالكلام لانها صوره واضحه وجليه لكل مشاهد. اذا سيد ياسر ختاما في هذه الفقره يعني خصصناها الحديث حول ازمه النازحين والمخيمات في الشمال السوري الاسباب هل هناك يعني هذه الاسباب هل هناك حلول سريعا بتصور الحلول واضحه وجليه فريق هندسي ومؤسسات هندسيه تقوم بدراسه مواقع هذه المخيمات تقدم نصائح وتقدم حلول هندسيه تكون فيها من خلالها تجاوز لهذه الماساه التي لطالما تكررت علينا المشاهد خلال السنوات العشر هناك مناطق جغرافيه ذات مرتفعات صخريه هناك مناطق يمكن ان تؤهل بشكل اسهل ولا تكون عصيه على التاهيل ليس مثلها مثل مسيلات مطريه يتكلمون عن سدود وهذا كلام يعني بعيد عن الواقع من يتكلم كانه لا يفهم بالهندسه ولا يمت اي صله بهذه الوظيفه لذلك من ليس قادرا على تقديم الحلول يتنحى جانبا ويفتح المجال. لمن هو على ايصال يعني صوت وصور النازحين سيد ياسر سنعود مره اخرى للحديث حول واشنطن ونحن كما ذكرنا سيد ياسر يعني